When I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me, I was in it. I wake up right to the end of beginning. بالقاهرة. أهلا وسهلا بكم معنا. صباح الفل. إيش رأيكم؟ إن شاء الله تكونوا لاباس، إن شاء الله تكون صحتكم وأحوالكم بخير. اليوم رانا في القاهرة. جينا ركبنا في الليل وصلنا قولوا ركبنا أصلا ما ركبناش بكري حتى 3 تاع الفجر وصلنا 8 هكذاك. رحنا حطينا حوايجنا في لوتيل وجينا دوكا باش نفطروا ونشربوا شاي والله. من بعد شوفوا أمورنا بإذن الله وش راح نديروا خاطر اليوم بإذن الله راهي وصلتني ناخذ جولة حاجة حلوة. اليوم نروحوا نحوسوا، عندنا شغلنا في ريوه، من بعد نروحوا نحوسوا كلش ونبارطاجي معكم بإذن الله إن شاء الله نهار. شيء الهم بكرة عليه ما يمكن ربنا ياخذه. أحلى مكان وليت نحبه اللي هو اللي بيع الكتب، تلقاهم فارشين هكذا في الشوارع، شوف كل أنواع الكتب تلقاهم. وليت من عشاق اني نقرأ الكتاب. شوفوا رحنا فطرنا ومن بعد مشينا شوية هكا، شوفوا الشوارع كانوا فارغين يعني ما فيهمش الغاشي بزاف، ماشي كيما 12 الوحدة الزوج هكا يبدا يجي بزاف بزاف الغاشي، خصوصا الساعتين الساعتين يخرجوا الاولاد من القرايه اللي يخدموا يخرجوا ثاني من الخدمه على الساعتين فتلقاو الغاشي. اما مع الصباح يجي البروده وكيبداش هكا البروده شويه في الصباح، مي في النهار سخانه بزاف في الصباح البروده، تتمشاو الشوارع هكذا تجي بزاف هايله. ومن بعد رحنا تغدينا، هنا طلبنا فراخ مشويه، ما كناش يعني يجي يعني بزاف بزاف، طلبنا فراخ مشويه ويجي مدوكم معها هذا كريم كراميل. خلصنا ودوكا جينا قررنا باش نبدلو شويه البلايص، نحوسو في بلايص واحد اخرين. جينا لسيتي ستار. عندنا شحال ملي جينا لي يربي يحضر 3 سنين ولا 4 سنين ولا ما عودناش رجعنا لي خلاص. بصح اليوم قررنا باش نعاودو نرجعو، كنا حابين نروحو الاهرامات بصح سخانه. لازم الاهرامات مثلا نوفمبر ديسمبر ديلا في الشهور دي في شهور بصح قررنا نجيو البلاصه كيما هكذا خير. ومن بعد نحوسوا شويه نشوفوا وين انا رايحين. هذا وشن هذا وشن هي هذا وشن هي صراحة والله بطلون جيت فهمت حير. Hello. Hello. Welcome. العباءات.
العبقات العبقات. المراتب الواحد عايز ينام. هذا البنات ننصحكم يعني اللي يزوروا مصر يجيو يزوروه، ماشي بعيد بزاف من القاهرة، ماشي بعيد من وسط البلد قصدي، وبزاف كبير 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 وهايل، تلقاو فيه الماركات وهكا، فروحوا ضربوا تحويسة يعني اللي يجي. والله حلو هذا ديجا راه محطو قش الشتا قش الخريف، قلت لهم راه الشتا اللي راه كاين دوكا، ما يجيش دوكا ما كاش البرودة حتى قولوا نوفمبر ولا باش يبدا هكا تجي البروده شويه، بصح حاليا مازلنا في السخانه، وزيد ماشي يحطوا هما حوايج خفيف، حاطين يعني حوايج شتا بصح خفيف، ماشي كيما حنايا سورتو صيف، صيف بارده يعني، ممكن الولايات الاخرين ما يلبسوش كيما حنايا باسكو حنا بزاف 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 البرد. شوفوا لي هنا، شوفوا هنا شحال كيوت كيوت كيوت. عندي واحد الانسان هذاك الا شافت الفيديو شافت هذا المقطع، عندي نقول لكم غنيه خصوصا هذوك تاع الاميرات وهذوك، دوك تشوفهم ديجا عيطت لها كي كنت ثم باش نقول لها خيري، هي ما رفضتش عليا. شوفوا شحال كيوت يهبلوا، وانا كنت صدتكم نديهم كامل، يعني وليت نحب هكا حوايج الدار، وليت نحب هذا الايام، وليت نحب اصلا عندي شحال وانا نحب قعده الدار، نحب الهدوء، حبيت الدار اكثر واكثر، يعني وليت ما نحبش نخرج بزاف غير اذا كان عندي هكذا مثلا امر ضروري ولا تلقوني، بصح ما وليتش نحب نخرج بزاف ولا والو. هذا الركن هذا قلت لمحمود كون ديجا راه مجاوب معنا الاولاد، كون ما خلاو حتى حاجه، كون راه ملي يشوفوها يقول لك ندي هذه ندي هذه، وكنا مقررين يعني نروحوا هنا مع الرلو، ولا كي وصلنا الصباح قلنا نجيو هنا من بعد نروحوا الاهرامات، كي خممنا قلنا بلي كاين سخانه نروحوا غير نتشواو برك سخانه بزاف ووالو، هيا ولينا قررنا غير جينا هنا، ديجا هنا دالنا هذاك الوقت كامل قعدنا ندورو. انا وياه رانا هنا كي القطو الفار انا غير نضحكو ماشي تاع الصح، بصح نبقى كي القطو الفار وانا نبقى نقولو اسبع غير اسكت، رانا هنا في الناس، رانا قدام الناس، وهنا تلقاو جزائريين تلقاو مغاربه تلقاو من اوروبا تلقاو يعني الناس كامل يجيو، باسكو معروف يجيو لينا الناس بزاف، فنقولو خلاص ومن بعد نشتي نحب نقلقو هكا نقلقو ومن بعد نقولو لا لا خلاص خلاص ربي يدوم العشره ان شاء الله يا ربي. وهنا كنت درت لكم هكا جوله خفيفه ديك يعني مش كاين، شوفوا الله بزاف بزاف. هنا هذا سوبر ماركت عندهم سعودي، من الاسعار تاعو شويه طالعه، ماشي يعني هذاك هي اسعاره ما داموا هنايا يكونوا اسعاره طالعه. شوفوا هنا الفاكهه وهنا لانجاز كيما تاعنا، لانجاز جيلي كيما تاعنا بالضبط. هنا دخلت ضربت دوره على اساس باش نلقى الخبز تاعنا، مي ما لقيتوش هنا الخبز، بالنسبه للخبز ما لقيتوش، كنت داخله على الجيل وعجبوني هذا، شوفوا يحب العيش. شوفوا الجوب الجبل فرمات، شوف ذا انواع شدينا نشربوا عصير مانجا. شوف محمود راه مركز، محمود زعلان ليه؟ مركز دوك يقولوا لك بلي راك زعفان في لي كومونتير. شوف شوف حتى راه يدير زعما دايرها تاع الصحة والله، يعني
يعني كوبايه مانجا حلوه. طب ومالك زعلان؟ اضحك. وكملنا هنا فوتنا على هذوك المكتبات، شرينا شويه حوايج الاولى هنايا، هذو يبيعوا شغل بالجمله، الاسعار تاعهم بزاف هايله وتلقاو عندهم كلش. فوتنا جبنا شويه حوايج لجوري وعمر، ومن بعد ولينا رحنا للمطار. للمطار وصلتني واخيرا كعبه من الجزائر. مادام عندنا شغل وكلش، لقيت واحد يعني هابط الحمد لله، وصيتو على حوايج، وعندي واحد الحوايج ثاني تاع خدمها فجابهم لي. جينا دوكا نديوه، اصلا الطياره هبطت كيما من الفن هبطنا ثلاثة تاع الفجر، فروحنا ريحنا في الاوتيل ورقدنا وكلش، ومن بعد طول حكمنا تاكسي وجينا الحمد لله جبنا الحوايج. باذن الله ان شاء الله نروح ونبارطاجيهم معاكم ونشاركهم معاكم. دوكا انا مروح نروحوا للاوتيل، تكون انا عيان منين بزاف، والصباح ان شاء الله باش نركبوا غدوه نروحوا على 11 نورمالمون، على 11 تاع الصباح بربي ان شاء الله. شوفوا توحشت نسيب شوفوا صراحه باش نقول لكم توحش داري، ولفت القعده بزاف في داري، بصح توحشت هكا باش كي نروح نسافر دقيقه ونجي، ما نطولش بزاف والله. ما تطوليش دقيقه وتجي دقيقه ونجي، زعما نخسر طياره وكلش باش نسافر دقيقه برك ونجي. انا اي ترولي محمد خلي جرني فيه شويه، لا نفك عليك حاجه، خلي نقعد شويه جرني عايش وحده برك وحده والله. احط لك الشنطه خد استنى اهشي استنى يا رجلي عبيط يا جماعه عبيط يلا. طب جر حلو مالك؟ انا جر والفضايح في طياره هذا هو تقلب القلب، بس اوعى تقلب ننسى انا عارفاك اوعى تقلب. يلا جر حلو جر حلو. ايه انت تصدمني في الدي، انت رايح بيا فين اصلا؟ العبيد اللي تبي تروني. لا جرني، رايحين فين؟ هنركب منين؟ رانا قاعدين على بالكم واحد الهواء بكا، يقولوا هواء مازال خريف يعني الخريف هذاك ما دخلش، مي في النهار سخانه في الليل بكا وشويه الهواء. جا طب يلا 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 عشان نلحق. وصلنا للدار بخير الحمد لله يا ربي، شحال تعيني الطريق، وليت نكره السفر غير ما الطريق. على 11 تاع الصباح رحنا كملنا رقدنا، كنا ميتين بالعيا رقدنا، ومن بعد ركبنا على 11 تاع الصباح الحمد لله، وصلنا على 5 تاع العشيه، جيت صليت وكلش الحمد لله كملت. هذا ما كان الاولاد ثاني لقيتهم بخير الحمد لله، غدوه اصلا عطله، غدوه الجمعه بربي ان شاء الله، عطلة الجمعة والسبت، وشحال راني بزاف عيانة وبزاف فرحانة بالكعبة اللي كانت وصلتني. فبإذن الله إن شاء الله الفيديو الجاي نشارك معكم واش وصلني بالجزائر، وثاني وصلتني خدمة ثاني نبارطاجيها معكم بإذن الله إن شاء الله يا ربي، يعني حوايج منا ومنا. فبإذن الله إن شاء الله الفيديو الجاي نشاركو معكم. وشريت شوية حوايج لجوري وعمر دوك، خلاص ما وليناش للالعاب. بالنسبه للالعاب وليت نقولهم كي تجيبو مليح كي تقراو مليح كي هكذا نمشي لكم الالعاب، لكن حاليا دوك دخلنا في القرايه ودخلنا في، شريت لهم كراس تاع الالوان التلوين، جبت لهم هذا تاع الخضروات، منها فيها خضره تاع في يعرفوا يسميوهم بالعربيه وبالانجلي، وثاني فيها تلوين هذه، وجبت لهم ثاني باي تاع الوان هذو فيهم 12، لقيتهم يعني ثم مليح هيا شريت لهم قلت بها. وجبت لهم ثاني اقلام فيها 12 وحده ثاني باطا، شريت عباك ثما كاين المكتبات اللي يبيعوا اللي يوزعوا تما تلقاو كلش رخيص تما تشريو. بالنسبه للحوايج هذو شوفوا شريت لهم هذا بالعربيه وكاين ثاني باللونجلي، جبت لهم هذا تاع الخضروات هذو تاع الخضره، وكاين هذا تاع الارقام 1 2 3 شوف ثاني باش يعرفوا خصوصا جوري عمر بالعام الجاي بربي ان شاء الله هو ثاني يدخل كيما جوري بربي ان شاء الله. تما رانا ولازمهم كيما نقولوا دوكا كيما عمر راه مدخلاته في لاكريج برا، راه يقرا ماشي يروح باش تحكمه ولا لا راه يقرا، راه بدا يتعلم يعني يتعلم الكتبه، لانه كيما جوري دخلت سيستم تاعهم ماشي كيما كان قبل خلاص، ماهمش يتعلموا مثلا هذا وين راهي تمهيدي. المدرسه اللي دخلت عليها فيديو اللي فات كنت قلت لكم هنا عندنا تمهيدي كي جي 1 2 باش سنه اولى،
كاين بنات قالوا لي حنا ثاني عندنا على بالي بلي عندهم من المدارس هنا اجباري، المدرسه تاع جوري اجباري تبدا تمهيدي من المدرسه، ماشي تقراها برا هي وتحضيري ومن بعد تدخل طول سنه اولى. لا لا، بالنسبه لهم كي جي 1 و 2 اجباري، لو كان ما تدخلش كي جي 1 و 2 في هذا المدرسه اذا كانت باغيه تدخل سنه اولى ما يقبلوهاش، لازم تبدا من التاسيس من الاول. فهمتوني كيفاش؟ فعمر ثاني العام الجاي بربي ان شاء الله راني ندير له دوكا، والمنهج كيما راهم يهضروا يعني المنهج كيما تاع السنين اللي فاتوا تاع دوكا ماشي كيف كيف خلاص، لانه دخلوا طول يقراو كلمات وحفيظه، ماشي يتعلموا الحروف الارقام مثلا، ارقام ما يتعلموا فيهم صح، ماشي يتعلموا الحروف بشوي بشوي حتى يلحقوا الكلمات، هما طول كلمات وجمل. هنا جبت لها فواكه ثاني، موز وهذوم يقراو فيهم ثاني، هذو ثاني تاع الحروف، ها الحروف بالانجلي، وجبت لها ثاني تاع الحواس هذو يد وهكا ارنب مي هذو هذو جبتهم العلاجه العربيه الالف والباء والتاء وهكا. طيب باذن الله ان شاء الله يعني يعاونوني شويه باش نقريها، وربي سهل ان شاء الله ويحفظنا ولينا غير نهضروا على القرايه ويحفظ لكم وليداتكم ان شاء الله. ونقول لكم شكرا لكم بزاف على المشاهده، وربي يحفظكم ان شاء الله، ونتلاقاو باذن الله ان شاء الله في فيديو جديد.